السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم الثلاثاء 20 من شهر أبريل 2021، أهم أخبار ألمانيا. سجلت في 24 ساعة الأخيرة 9609 حالات، وتوفي 297 شخصا. عدد الحالات الجديدة لكل 100,000 نسمة وصل إلى 162.4 حالة جديدة لكل 100,000 نسمة. عدد الأشخاص الحاملين لكورونا، يعني عدد الحالات النشطة، 279,400 أصدقائي. سنمر إلى الموضوع الذي تتكلم عنه كل ألمانيا. يوم أمس كان هناك اجتماع لزعماء حزب سي دي أو. حزب سي دي أو هو الحزب الحاكم والحزب الذي تنتمي له السيدة ميركل. هذا الاجتماع أخذ مدة طويلة إلى بعد منتصف الليل، وبعدها قرر زعماء الحزب أصدقائي الدخول في مغامرة أو إلى المغامرة الانتخابية مع السيد لاشيت، وهو حاكم مقاطعة شمال الراين فيستفالن. نعم أصدقائي، مرشح الحزب الحاكم من أجل خلافة السيدة ميركل والدخول إلى المعركة الانتخابية هو السيد لاشيت وليس السيد زودا. هذا اليوم خرج السيد زودا وهو حاكم مقاطعة بايرن وعمل مؤتمرا صحفيا وتنازل على رغبته في منصب مستشار ألمانيا، وقال أنه قدم نفسه كمرشح لهذا المنصب لأنه كان يرغب بالتغيير وبدعم الحزب، وأنه سعيد بكل الناس الذين دعموه وكانوا يتمنون أن يكون هو مستشار ألمانيا، لكنه يتنازل ويحترم رغبة حزب سي دي أو ويدعم أيضا السيد لاشيت. السيد لاشيت فرح للغاية لأنه الآن هو مرشح الحزب الحاكم للدخول للانتخابات الألمانية التي سوف تجرى في الشهر التاسع، شهر سبتمبر هذه السنة، وقال بأنه هدفه الآن هو الفوز بالانتخابات أصدقائي. ما رأيكم أصدقائي بترشيح السيد لاشيت لمنصب مستشار ألمانيا بدل السيد زودا؟ هل تدعمون هذا الأمر أم أنكم تقولون بأنه الناخب الألماني كان يتمنى السيد زودا، والآن بما أنهم رشحوا السيد لاشيت فيمكن أن مجموعة كبيرة من الأصوات سوف تذهب إلى حزب الخضر أو سوف تذهب إلى حزب البديل أصدقائي اللي هو الحزب اليميني؟ أيضا ما رأيكم سكان مقاطعة شمال الراين فيستفالن في حكم السيد لاشيت، بما أنه الآن السيد لاشيت هو مرشح الحزب لمنصب المستشار وأنتم تعيشون في شمال الراين فيستفالن؟ ما رأيكم بهذا الخبر؟ هل أفرحكم؟ هل أنتم أصدقائي كيف هو حكم السيد لاشيت؟ هل أنتم مرتاحون في شمال الراين فيستفالن؟ وسكان بايرن، ما رأيكم أصدقائي بأن السيد زودا لن يكون هو المرشح وتنازل على المنصب للسيد لاشيت؟ متشوق لقراءة ردود أفعالكم. الآن سوف نمر إلى موضوع آخر. تتكلم الصحافة الألمانية على وصول عدد الملقحين في ألمانيا إلى تقريبا 20% من سكان ألمانيا. حصل على جرعتين 5,582,992، وحصل على جرعة واحدة 16,795,784. وألمانيا ترغب الآن بزيادة عدد الملقحين من خلال دعم طبيب العائلة بلقاحات كثيرة من شركة بيونتك الألمانية الأمريكية أصدقائي بالأسابيع المقبلة. سنمر إلى آخر موضوع. طبيب ألماني من مدينة كولن غاضب جدا ويتهم النصابة الذين يستعملون اسمه في هويات اللقاح
ويبيعونها بالإنستغرام. تكلمت على هذا الموضوع أصدقائي، وتكلمت عليه الصحافة الألمانية بأنه أصبح في عدد كبير من المواقع أو في الإنستغرام خصوصا أنهم يقومون ببيع هويات لقاح مزورة ومختومة من مراكز اللقاح، يبيعونها حتى ب100 يورو. النيابة العامة تحقق في الأمر أصدقائي، لكن لاحظوا بأن هناك بعض الأشخاص الذين يشترون هذه الهويات لأنهم يرفضون اللقاح ولا يرغبون بأن يستغنوا عن حرياتهم. مثلا إذا قامت ألمانيا بإعطاء حرية السفر، التنقل، الخروج، الذهاب إلى مطعم، الذهاب للتسوق لكل من عنده هوية لقاح، فهناك بعض الأشخاص الذين هم أصلا يرفضون فكرة اللقاح يلتجئون لهذا العمل ويشترون هذه الهويات اللقاح المغشوشة أصدقائي. لكن الشرطة الألمانية والنيابة العامة تحذر الناس وتحذر من يشتري هذه الهويات المغشوشة، وتقول بأنهم سوف يتعرضون إلى متابعة قانونية. وأيضا طبيب ألماني في مدينة كولن يقول بأنه سرق اسمه وسرقت ختومه وتم تزويرها ويتم استعمالها في هذه الهويات المغشوشة أصدقائي، ويلتجئ الآن أيضا إلى القانون. كانت هذه أهم أخبار ألمانيا، شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.